السلام عليكم، ازيكم؟ في ال 24 ساعه الاخيره كميه احداث مهمه جدا حصلت فوق لازم تعرفوها. معايا النهارده اخبار مهمه جدا. هل وكاله ناسا نفت انشقاق القمر ولا اكدته؟ بص، كميه تفاصيل مهمه جدا صدقوني مش هتسمعوا الا هنا. ما اطولش عليكم في المقدمه. في البدايه في خبر حلو، تم ارسال اسمي زائد فلسطين حره لمهمه فايبر التابعه لوكاله ناسا واللي هتنطلق في شهر 11 السنه دي. اول خبر معنا بيقول ان اطلاق صاروخ فولكان سنتر التابع لشركه ULA واللي طال انتظاره بكره. المفروض ان هيتم اطلاق الصاروخ من محطه كاب التابعه للقوى الفضائيه وهيحمل مركبه الهبوط الخاص براجرام واللي المفروض هتهبط على سطح القمر، والمركبه دي هي جزء من مبادره خدمات الحموله القمريه التجاريه التابعه لوكاله ناسا واللي تم تصنيعها عن طريق شركه استروباتيك. لازم تعرف ان الاطلاق ده في حد ذاته مهم جدا لانه ممكن يبقى اول اطلاق للصاروخ ده واول هبوط خاص ناجح على سطح القمر. والمطلوب من الصاروخ ان هو مش بس يوصل للمدار، ده لازم كمان يوصل المركبه لمرحله القنطور العليا. بيقول تاري برونو الرئيس التنفيذي لشركه ULA ان شركه فولكان عندها 70 عمليه اطلاق متراكمه لكل العملاء الحكوميين والتجاريين، وبعد اجتياز عمليه الاطلاق بتاعت بكره هتبدا الشركه تكثف جهودها لانتاج الصاروخ ده. والمفروض ان سنه 2025 الصاروخ ده هيعمل عمليتين اطلاق شهريا. كمان شركه ULA عندها خارطه طريق لتطوير الصاروخ ده وترقيته. حاليا تم تحسين الصاروخ ده للمدارات عاليه الطاقه، بمعنى المرحله الاولى بتاخد المرحله العليا والحمولات لمدار الارض المنخفض، والمرحله العليا تقدر تشيل حمولات اكتر من الصاروخ اللي قبل كده دلتا فور اللي اتكلمنا عنه كذا مره، وده هيسمح بنشر المزيد من الاقمار الصناعيه في المدار. بيختم برونو الرئيس التنفيذي للشركه وبيقول ان دي نهايه رحله طويله قعدت سنين وان هم متحمسين جدا. الخبر اللي بعد كده طالع من الجمعية الفلكية الأمريكية بخصوص حدث اسمه سوبر بول اوف أسترونومي. لازم تعرفوا ان علم الفلك قدم لنا بداية رائعة السنة دي. تخيلوا في أول 5 أيام كمية اكتشافات مذهلة زي الألوان الحقيقية لأورانوس ونبتون، زائد الآثار الضخم اللي جاي من كوكب خارج المجموعة الشمسية بتاعتنا، وده في حلقة هابل اللي هعملها قريب. هي معقد الاجتماع رقم 243 للجمعية الفلكية الأمريكية في مدينة نيو أورليانز، وهيجتمع آلاف العلماء وهيناقشوا كمية موضوعات مهمة جدا، من أول آثار المادة المظلمة لحد انفجارات السوبر نوفا لحد المناطق الصالحة للسكن اللي حوالين النجوم. طبعا الهدف من ده كله الوصول للتكنولوجيا اللازمة لدفع المركبات الفضائية عبر النظام الشمسي، وهيتم الإعلان عن أفضل وألمع الدراسات اللي اتعملت. الخبر اللي بعد كده وكالة ناسا رصدت انفجار نجمتين. وكالة ناسا بدأت السنة الجديدة بالانفجار المزدوى. يعني ايه الكلام ده؟ صورة لبقايا سوبر نوفا اسمها دورادوس بي 30، ودي منطقة في سحابة ماجلان الكبرى، ودي مجرة صغيرة تابعة لمجرتنا درب التبانة موجودة على بعد 160 ألف سنة ضوئية، وبتتكون من سحابة داكنة من الغاز ونجوم شابة وصدمات عالية الطاقة وغاز شديد السخونة. تم التقاط المشهد ده من أكتر من 2 مليون ثانية من وقت المراقبة من مقصد شاندرا للأشعة السينية التابع لوكالة ناسا. لاحظ الفريق من خلال الخرائط ان الموضوع ده جاي من 2 سوبر نوفا مختلفة، وهما غلاف من الأشعة السينية عرضها 130 سنة ضوئية وسديم رياح النجم النابض. وبيعتقد الباحثين ان السوبر نوفا الاول اللي حصل من اكتر من 5000 سنة، وده اللي ادى لتكوين غلاف الأشعة السينية، والسوبر نوفا الثاني هو اللي عمل سديم الرياح. واكيد البيانات دي هتساعد الباحثين على جمع معلومات حوالين حياة وموت النجوم الضخمة والسوبر نوفا الناتجة عنها. واخيرا انشقاق القمر، وكالة ناسا اكدت الموضوع ولا نفته. سنة 2013 نفت الموضوع عن طريق بوست صغير نشره العالم تراب بايلي نائب مدير معهد ناسا للبيولوجيا الفلكية. بيقول في البوست نصيحتي ما تصدقوش كل اللي بتقروه على النت، واضاف ان الاوراق الخاضعة للمراجعة هي وحدها المصدر السليم علميا للمعلومات حوالين العالم، ومفيش اي ادلة علمية حاليا بتتكلم عن انشقاق القمر. لحد سنة 2021 نزلت دراسة في مجلة نيتشر بتتكلم عن انفصال جزء صغير من القمر. في دراسة جديدة كشفت ان في جسم غامض قريب من الارض بيعتقد ان هو اول صخرة فضائية معروفة متكونة مما يشبه قطع من القمر، يعني كويكب قديم
ضرب القمر وانفصل قطعه منه. هل ده يعتبر انشقاق ولا لا؟ ما اعرفش. تم اكتشاف صخره كامواليوا سنه 2016 عن طريق دكتور فيشنو ريدي الاستاذ المشارك في الكيمياء الكونيه في جامعه اريزونا وطالب الدكتوراه بنيامين شاركي. دكتور ريدي كان بيدرس بانتظام الصخور الفضائيه المكتشفه اللي قريبه من الارض بس لصالح مكتب الدفاع الكوكبي التابع لوكاله ناسا، والمكتب ده بيتتبع المخاطر الفضائيه. لكن الطالب شاركي اظهر لدكتور ريدي احدث ملاحظاته عن الصخره الفضائيه دي، والاتنين ما صدقوش عينيهم. حاجه فريده من نوعها ما حدش شافها قبل كده، النتائج مش متطابقه مع اي كويكب قريب من الارض من اللي تم تحليلهم قبل كده واللي عددهم اكتر من 2000 كويكب. لكن لما استخدموا عينات مهمه ابولو التابع لوكاله ناسا كانت المفاجاه، لقوا ان الاطياف الضوئيه بتاعه العينات شبه الاطياف الضوئيه بتاعه الصخره الفضائيه كامواليوا بالظبط. لازم تعرفوا ان الصخره الفضائيه دي علماء الفلك بيطلقوا عليها القمر الصناعي بتاع الارض. صخره فضائيه بتدور حوالين الشمس في مدار مشابه جدا لمدار الارض، لدرجة ان هي بتفضل دايما قريبة من كوكبنا. ونتائج التحليل المداري بتقول ان الصخرة دي مصاحبة للارض بقالها اكتر من 100 سنة. وعلى فكرة انت لو بصيتوا للقمر من تلسكوب قوي شوية هتشوفوا حفر كتير قوي. واضاف دكتور ريدي ان تم العثور على اكتر من 480 نيزك قمري هنا على الارض. لكن دي اول صخرة فضائية كبيرة مكتشفة انفصلت من القمر. في النهاية لازم تعرفوا ان اي مؤسسة علمية لما تحب تعمل دراسة معينة ما بتفتحش اي كتاب علشان تثبت او تنفي حاجه فيه. وكاله ناسا كان اقصى طموحاتها في مهمات ابولو ان هي تجيب عينات وترجع بيها بس. لحد ما خلصت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم. طبعا المصادر كلها تحت اللي حبيبي يطلع عليها. والسلام عليكم.